تفضل عارف نفسك. محمود انديل المحامي. سلم المحتجين النهارده ايه؟ جاي مع جموع المصريين لنعلن ان صفحه ما قبل 25 يناير قد طويت بالكامل وفتحت صفحه جديده، هي صفحه المصريين، المصريين بشرف وعزه وكرامه، المصريين الذين لن يقبلوا بعد 25 يناير اهدار كرامه المصريين واهدار دماء المصريين. جينا لنعلن للكيان الصهيوني ان الشعب المصري طرف اصيل في المعادله، ان مصر ليس بها شعبا وجيشا، ولكن مصر بها 80 مليون مقاتل يستطيعوا ان يزحفوا على الحدود المصريه. هل انت راضي على الموقف الحكومه المصريه؟ للاسف الشديد موقف الخارجيه المصريه لم يتغير عما قبل 25 يناير، وهذه صدمة للشعب المصري بكامله. كنا نتمنى أن يكون موقف الخارجية المصرية متوافق مع مواقف رد الفعل الشعبي المصري الرافض للكيان الصهيوني الذي مع كل عمل مقاوم، مع كل عمل ضد إهدار دماء المصريين. تطلب ايه من الحكومه المصريه او من مجلس اعاقه؟ يعني هناك معطيات يعني اساسيه على الدبلوماسيه المصريه او على القائمين على شؤون البلاد، اولها يعني طرد السفير الاسرائيلي، وثانيا مراجعه بنود اتفاقيه كامب ديفيد تمهيدا. لن نقول يعني الغاء المعاهده، قد يكون هذا امل نطمح اليه او نأمله في المستقبل، ولكن وفقا للمعطيات الحاليه او المرحله التاريخيه اللي بتمر بيها مصر، نأمل ان يضع المجلس العسكري في اجندته بشكل اساسي اعاده النظر في بنود كامب ديفيد واعاده النظر في انتشار القوات المصريه على الحدود المصريه مع الكيان الصهيوني. شكرا.